السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم. النهارده في معرض اي في اوتو شو في السكشن الخاص بالكترومين، معانا المهندس موفق هيدلنا فكره عن المعرض ومشاركتهم وتنظيمهم للمعرض والكومبوننتس اللي هم عارضينها النهارده في الكترومين في المعرض. اتفضل يا باشمهندس. تسلم يا دكتور، الله يعطيك الف عافيه. يسعد مساك ويسعد مساء للمتابعين ويعطيكم الف عافيه. اقدم نفسي، انا مهندس موفق السعدي، انا سيلز اند ماركتنج دايركتور لالكترومين. بدات رحلتي مع الكترومين من سنتين ونص، اول ما فعليا بدانا نشتغل. بدانا اول شيء على سكيل صغيره شوي، اللي هي بالنسبه للانفراستراكشر الاي سي تشارجر شوي من الدي سي تشارجر، والحمد لله هلا بالنسبه لموضوع الهوملوجيشن اللي عم بيصير حاليا، في عنا كمية كبيرة الحمد لله من دي سي براندز، وكمان الاي سي براندز بدأت تاخذ الهوملوجيشن، تاخذ ساس سيرتيفيكيشن، والحمد لله مشينا بخطوات كثير كبيرة الحمد لله. في عنا اهم اشياء احنا هلا شغالين فيها كالكترومين، هي اربع شغلات اساسية. اول شغلة هي الاي في انفراستراكشر، كل شيء بخص البنية التحتية للتشارجر سواء كان اي سي او سواء كان دي سي. ثاني شغلة في عنا شيء اسمه باسنجر فيكل، باسنجر فيكل هي السيارات تبعنا اللي هي الكتريك فيكلز. بنخش كمان بموضوع الكوميرشال فيكلز، هي الفانز واللي هي التراكس والباصات، وطبعا بس رابط ترانزيت سيستم كمان على النقل العام. ناخذكم بس فكره، اول شيء بنخش فيها بالانفراستراكشر بنخش موضوع الاي سي تشارجرز. الفكره نحن اللي عم نتعامل فيها مع السوق، احنا عم نتعامل مع توب نوتش او اي امز اللي هن المصنعين موجودين، اكبر مصنعين موجودين بالعالم. انتم شايفين مثلا شنايدر الكتريك، سيمنز، اي بي بي، وسير كنترول. مثل ما شايفين هون في عده اشكال من الاي سي تشارجرز، هي مثلا الايفنينج تبع شنايدر الكتريك، هذا بيجي طبعا من 7.4 كيلو وات لحد 22، هذا برضه من 7.4 ل 22. نفس الموضوع لسيمنز، في 7 وفي 22. سير كنترول ذا سيم، اي بي بي ذا سيم. الفكره احنا ليش عندنا دايفرسيتي من هذا الموضوع، احنا شايفين احنا بنقدم السولوشن اللي بيناسب العميل، مش ما بدي اقدم انا سولوشن من عندي انه لانه هي عندي انا منها ستوك او عندي اعتبار لشيء معين، انا عم بقدم السولوشن الصح. طبعا هذا بما يخص موضوع الدي سي الاي سي. ناخذ مشوار هيك بسيط على الدي سي تشارجر. طبعا دي سي تشارجر احنا بنبدا بموضوع ال 50 كيلو وات بنتهي ب 380 كيلو وات. في هذا اول دي سي تشارجر، هذا 180 كيلو وات ابجريدبل لحد 360. طبعا هذا من سيمنز، تمام. هذا بدانا ركبناه اصلا بالسوق، ركبناه عند كذا شركه اوريدي، يعني مش الموضوع احنا ما عم نعرض شيء. في عندي نقطه كثير كثير مهمه بدي نوه عليها، ما في ولا شيء موجود اليوم بالمعرض الا لازم يكون ساسو سيرتيفايد ومركب اصلا في المملكه العربيه السعوديه. احنا ركبنا كميه كبيره لحد اليوم، احنا تقريبا عندنا اكثر من 1350 اي سي تشارجر اوريدي موجودين في المملكه العربيه السعوديه، ودي سي تشارجر كميه كثير كبيره كمان الحمد لله. طبعا هذا ال 180 كيلو وات، هذا التريتيوم هذا بيجي 75 وبيوصل كمان 160، بس هذا 75 كيلو وات. وبيجينا كمان السير كنترول كمان نفس القصه، اذا حابب ممكن تشوف كمان الليتل بت من الدي سي تشارجر، هذا 50 كيلو وات. طبعا في كل التيرمينال بلوكس والتفاصيل هيك كلها موجوده. طبعا هذا ركبنا يعني اخر مشروع ركبناه كان اول امبارح فعليا، كان يوم الجمعه سكرنا كذا مشروع. تفضل. ممكن في نقطه كثير مهمه، اهم نقطه من كل هاد مو هي عباره عن التشارجر نفسه، التشارجر ممتاز طبعا، المفروض يكون كواليتي معين كثير، بس انا ممكن اجيب لك انا التشارجر اعمل لك انستليشن وتستنج والكوميشننج تبعي واسيبك، وانت ديورينج ذا تشارجر حيكون عندك مشاكل، حيكون في عندك شورت سيركت فور اكزامبل، حيكون في عندك انت ما حتكون عارف كم كيلو وات انت عم تصرف، okay. كم سياره انت عم تصرف. ففي عندنا شيء مهم اسمه CPMS، هو تشارج بوينت مانجمنت سيستم. هذا تشارج بوينت مانجمنت سيستم هو عباره عن سوفت وير، احنا بنربط كل التشارجر سواء اي سي ولا دي سي، بنربطهم مع بعض بسم كاردز اللي هو عن طريق الكلاود، وبنقدر يكون عندك داشبورد. انا حاعطيكم مثال، مثلا في عندنا شركه اكس عندهم 700 سياره، سياره طبعا ايس اللي هو انترنال كومبشن انجن، بدهم يعملوا ترانزيشن للالكتريك فيكل. نحن في عندنا شيء اسمه كونسلتيشن، بنقعد مع بعض بنفهم الفكره تبعهم، بنفهم كمان الديسكفري سيشن يعني احنا بنسميها، كيف حنبدا من اليوم ليوم 2026 او اليوم 2027. نبتدي 10% 30% 50%، وبناء عليه احنا بنعطيه التشارجنج انفراستراكشر المفروض احنا نعملها، تيستينج والكوميشننج والانستليشن احنا كمان بنعمله، وبنفس الوقت السي بي ام اس لو بيعطيك داشبورد على كل التشارجر الموجوده بجده والرياض والدمام اي مكان كانت، انا هي بالكلاود بالنهايه بيطلع لك كم سياره تم شحنها، كم كيلو وات، اي ساعه، باي ديت، باي تحديدا
كل وقت وكل كم كيلو وات، وبالتالي احنا عم نغطي الايكو سيستم كلياته كامل، من السياره للمينتنس تبع السياره للبيلدينج انفراستراكشر مع الانستاليشن والتستنج والكوميشننج، وبعدين مع السيستم اللي هو بيربط هذا كله بسيستم كامل عشان يعطي كل المانجمنت سولوشن اللي احنا محتاجينه. هذا اللي موجود هلا حاليا، اذا بدك انا بحكي ليومين كمان لقدام. احنا محتاجين نقعد معك 5 ايام جاهزين حبيبي. الله يسلمك. عايزين نسال بس المهندس موفق، بما انه هو مور سبيشاليست في السيارات الكهربائيه ومحطات الشحن الاثنين، فعايزين نطمن الناس في موضوع السيفتي في التعامل مع السيارات الكهربائيه ومحطات شحن، عايزين نطمن الناس في موضوع التشارجنج بتاع الباسز الكهربائيه الاي باسز، هي بتشتغل بهاي فولتج، فعايزين يعني يبقى في رساله من حضرتك للناس تطمنهم على موضوع السيفتي، وان الكترومين بتقدم سوليوشنز كامله، يعني انت من الابره للصاروخ هتلاقيه في الكترومين في الاي موبيليتي. صحيح. هلا جزء كثير مهم من اللي حكيناه قبل شوي انه احنا عم نتعامل مع توب نوتش كومبانيز. انا ما بحاول اخترع شيء، I'm not trying to invent reinvent the wheel. احنا عم نتعامل مع شركات، هي شركات جدا ضخمه، بالنسبه لها السيفتي كثير جدا مهم. يعني مثلا عم نحكي على شنايدر او على اي بي بي وعلى سيمنز، في عندهم سيفتي كثير مهمه، في عنده تريبنج، في عندهم الام سي بي اوريدي موجود، في ار سي بي او موجود جوا على 6 ملي امبير، على 30 ملي امبير، على 300 ملي امبير، هذا كله تو بروتكت الكار وبروتكت البني ادمين وبروتكت الكيبلز نفسها. فالشركات هي الضخمه الكبيره تهتم جدا باسمها، تهتم كثير بالموضوع البروتكشن كثير بشكل كثير كبير، ونحن عم نتعامل معها سواء كان على الدي سي او سواء كان على الاي سي، وكل البرودكتس اللي احنا بنبيعها كالكترومان كلها بروتكتد. اذا ما كان فيها بروتكشن خلينا نقول بروفيجن، احنا بنضيفها من ضمن البروتكشن اثناء الانستليشن. بنقعد مع العميل كمان بنعمل له كمان سيشن، بنقول له انت محتاج 1 2 3 عشان تحمي حالك، عشان تحمي يور فاميلي، او تحمي كمان خلينا نقول الزباين اللي حييجي كمان يشحن اذا كانت في البابليك اريا. فموضوع السيفتي هذا مفروغ منه، هذا موجود 100%. وفي كثير اعلانات بتسمعها انه في تشارجر انحرق بالضبط، السياره صار معها شيء، هو ده. هذا الموضوع مو موجود اصلا، يعني مو بهالطريقه. حصل فعلا حريقه بس ما دخل التشارجر، ما دخل العربيه، دخل شيء ثاني تماما. أوكي. تماما. والبروتكشن، بروتكشن كثير 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 مهم انه انت تحطه بالحسبان ديورينج الانستليشن تبع التشارجنج انفراستراكشر. بسنس انه احنا كمان مقاول معتمد كمان من شركه الكهرباء السعوديه، فالحمد لله احنا ماشيين على خطى 2030 على الفيجن 2030، والحمد لله امور ماشيه وعندنا مشاريع كبيره الحمد لله. الحمد لله ربنا يسر. عايزين نشوف السيارات اللي انتم عارضينها النهارده في المعرض. هلا هي سياره تعتبر هي اوتونومس فيكل، هي اول سياره اوتونومس. تفضل. هي عباره هين عملنا عليها خلينا تيست مع ام او تي ال اس ومع روشن. دخلنا هي السياره، طبعا هي الاوتونومس بمعنى انك انت بتقعد تمشي لحالها، توصلك من بوينت لبوينت وبتشحن حالها وبتكمل. هي بالنسبه لا معلش استنى بس عشان تشحن حالها ازاي، يعني الناس عايزه تفهم لان في متابعين مش مهندسين. اوكي. فاحنا عايزين نفهم الناس بالراحه كده ايه ميزه السياره، لان ده يعتبر يعني your own idea، يعني yes. اعتقد ان ده يعني اختراع بتاعكم يعني. صحيح. لا هي شركه اسمها نافيا، شركه فرنسيه، احنا متعاونين معاها اصلا هنا بالمملكه العربيه السعوديه، حتى كمان من جي سي سي. الفكره تبع هذا الاوتونومس فيكل انه هو بيمشي من نقطه لنقطه. هو اليوم ما حيمشي، ما حيزبط الامور انه تكون بالشوارع تبع الرياض وتبع جده اليوم، لانه الانفراستراكشر ما بتساعد. بس الفكره اللي بتساعد فيها انه اذا كان في كلوز كوميونتي بتروح من منطقه لمنطقه، وحتى ممكن احنا في عندنا تو اوبشنز، يا هي بتوقف ب ب بستيشن وتنشحن عن طريق حد، او ممكن فوق الى وايرلس تشارجر من تحتها. الوايرلس تشارجر هي عباره عن في دوكينج ستيشن تحت وفي عندك اندكشن، يعني هي بيبقى لها مسار محدد. طبعا مسار محدد بيكون لانه هي اوتونومس تمشي لوحدها. أوكي. طبعا موضوع السيفتي، موضوع الرادار اللي موجوده فيها، الليدار اللي موجود فيها، السيستم كلياته سيفتي 100%. ما بتمشي ابدا السياره اذا كان في بني ادمين ماشي، يعني ما حدش يخاف هو ركبها ولا هو يتصدم منها أبداً. سياره زي دي تصطدمه 100% سيف. حتى كمان لو خبطت بمكان هي بتوقف، لو حدا خبط فيها هي بتوقف تماما وبتتماشى كمان مع الـ مع الـ مع السبيد تبعها وبتتخف. خلينا اخذك على فيكلز ثانيه، هي كوميرشال فيكلز. في عنا شغله مهمه كثير، دائما كل ما نحكي نحن على موضوع الالكتريك موبيليتي اوكي عاده بنحكي على السيارات السيارات السيارات،
طب احنا بننسى ان في باصات، بننسى ان في تراكس، بننسى ان في فانات. هذا